FM. الكلمة ليك كمال الطيف. بخلاف الليلة هذيك ما كانش بالليلة لقال له لا وما تعملش ما تستقلش. أنا ما شفتوش وربما كانت عنده علاقة. هو كان يخدم مع الرئيس وراب الصحاب هو الرئيس ويخدم في الخفاء. كمال دائما وأبدا ما يظهرش ويخدم في الخفاء. لكن ربما أما بن علي ما علموش أو مش أقول لك عليها ما علموش علموا عصباح أصبح من غدوة من غدوة. لكن هو كان باتصال مع بن علي ويقعد مع بن علي. أما أنا ما قدامي الحق ومتاع ربي ما ريت حتى شيء. أنا الحاجة الوحيدة نعرف اللي أنا قعدت مع بن علي الشيء اللي خططناه هو تممناه وأنا وياه راس هو تلها بالأمور القانونية في وزارة الداخلية تطبيق الارتيكل 56 تعايد للطباء تعايد للقضاة تعايد للوزير الدفاع وزير العدل وزير الصحة والكل ويتلهى بالأمور هذه وأنا نتلهى على الميدان بالحرس بالأمن بالأخذ الاحتياطات خاطر بعد 7 نوفمبر يزمك تاخذ الاحتياطات اللازمة ما تعرفش شنو مش يصير. الكلمة ليك.